مفتوحة. ازيك؟ أحسن من أمك. الله، ليه كده بس يا تحية؟ عشان مش سايباني في حالي يا أختي، عمالة تتكلمي عليا وتجيبي في سيرتي. توحة أنا ما جبتش سيرتك. لا، جبتي في سيرتي وغلطتي وغلطك وسامي. إيه بنت؟ إيه؟ مش طيباني ليه يا سامي؟ مين قال كده بس؟ اسمعي، أنا بحذرك، المرة دي هفوتها لك، لكن المرة الجاية الله أعلم ممكن أعمل معاكي إيه؟ توحة أنا مش قدك. وعشان أنتي مش قدي يبقى تلمي نفسك، ولا تجيبي سيرتي بالطيب ولا بالراضي، فاهمة؟ شاطرة يا توحة إنك عملتي فيها كده. وحياتي كانت واقفة قدامي ما كانتش قادرة تقول بم، كانت عاملة زي القطة. عشان تتلم وتبطل كلام، بدل ما هي فاكرة نفسها حاجة اليومين دول. اركبي اركبي أما أوصلك في سكتي. قطعة سامية وقطعة سيرتها. اعملي حسابك بقى إن أنا عازماكي على 10 النهاردة. الله، ايه دور الكرم ده يا اختي اللي بقيتي في امه؟ ما هو انت اللي هتحاسبي. بنت الايه؟ يهوديه صح؟ يوه، انا مش يهوديه، انا مسيحيه كاثوليكيه، والناس بتفتكر ان انا يهوديه من اسمي. ما تزعليش قوي كده يا اختي، عيسى نبي، موسى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. بحكم معرفتي بسعادتك اعتقد ان حضرتك خمنت سبب زيارتي ليك. بخصوص تحيه، انا عارف ان حضرتك اقرب الناس ليها. حضرتك ممكن تقول انها زي بنتي بالظبط. ما هو عشان كده انا جيت لسعادتك عشان تطمنها من ناحيتي. افهم من كده انك واخد الموضوع جد؟ جد الجد يا فندم. شوف يا استاذ احمد، تجارب تحيه الفاشله مخليها خايفه من التجربه اللي جايه. البنت على فكره طيبه جدا، بس للاسف ما عندهاش بخت. البنت دي كل احلامها انها تلاقي الاستقرار مع راجل يحبها ويصونها. وانا اوعدك يا سليمان بيه ان انا هكون الراجل ده. طبعا ده شيء يسعدني ويشرفني، بس لازم نرجع لتحية في الاول. انا اوعدك ان هفتح معاها الموضوع ده، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. هو انت فعلا حاسه انك عايزاه؟ يعني حاسه كده انك نفسك تشوفيه تاني ونفسك يديكي كتف تاني؟ انتي بتخرفي، بتقولي ايه يا بت؟ احمد سالم يديني كتف؟ يو كتف بقى ولا رمش مش مهم، المهم الكهرباء. الكهرباء. يخيبك يا جمالات. انتي عارفه انا حاسه ان الراجل ده غير كل الرجاله اللي شفتهم وعرفتهم في حياتي. تقيل وراسي، بيعرض حب بمنتهى عزة النفس والكرامة. خرابي، عينيه فيهم غموض غريب، مش عارفة واخدني على فين، بس مش سهل. حاسة ان عينيه زايغة. عينيه زايغة. انت مستنية حد؟ لا، قومي افتحي قومي. ايوه هويت. مساء الخير استاذ احمد سالم. تحيه موجوده؟ ايوه طبعا موجوده، اتفضل. اهلا. ازيك يا تحيه؟ اهلا وسهلا يا احمد بيه. بيتك حلوه قوي. ميرسي. انا طلقت امينه يا تحيه. ايه مالك مخنوق كده ليه؟ حاسس ان ماليش في موضوع التمثيل ده. ازيك؟ ليه يا رشدي؟ في ناس شايفين ان انت مشروع ممثل كويس. احنا نضحك على بعض يا ازيك. انا حاسس ان انا ممثل فاشل. محدش بيتولد نجم، والشغل اللي انت عملته لحد دلوقتي يا دوب بدايات، واكيد في فرصه. انا زهقت يا ازيك، زهقت. مش من اولها كده يا رودي، وما تنساش ان المشوار طويل والنجوميه طريقها مش سهل. نجومية؟ نجومية مرة واحدة؟ بكرة تشوف، هتبقى نجم يا رودي، بس المهم ساعتها ما تنسناش. كده برضو يا سباحي حد ينسى حبايبه؟ أنا قلت خلاص مش هشوفك تاني.
من يوم ما تحية اتجوزت أستاذ أحمد سالم الدنيا متلخبطة آخر لخبطة. هما لسه ما رجعوش من فلسطين؟ لسه. طب بقولك إيه؟ خد الوردة دي. وردة؟ عشان أنا؟ الله، ملهاش ريحة يا زبالة. واخدها من بوكيه ورد كان في مكتب جوه. وانا اللي فاكرك يا اخويا شاريها لي مخصوص. واشتري ورد بتاع ايه؟ هو انا لا اجيب سندوتش؟ امال هنتجوز ازاي يا سباعي؟ يا بنت هو احنا لاقيين ناكل لما نتجوز؟ هو انت مش شايفه حال البلد متنايل ازاي؟ يا بنت مش حاسه باللي بيحصل حواليكي؟ وانت يا اخويا بروح اهلك فجاه كده بقيت بحبها موت. مش عشان هي ساعدتني وكانت بتعاملني زي بنتها، لا. عشان بالرغم ان فيها عبر الدنيا كلها الا انها دايما بتسيب الباب موارب. عندها حرق اصلي كده. والاصيل يشد ويرخي. اه والله. اسكتي، مش ساميه جمالها هتموت في جلدها منك؟ نهار اسود ليه؟ من ساعه ما عرفت انك رجعتي البنات بيقولوا لا طايقاكي ولا طايقه سيرتك، خصوصا يا حبيبتي لما عرفت انك قابلتي المدام وصالحتيها وطلبت منك ترجعي الصاله. تبقى هبله ساميه، هو في واحده فينا بتاخد رزق التانيه؟ ده كل واحده فينا ليها طعم ولون وشكل ورقصه. ولا تزعلي نفسك، انا بهز وهي بتهز، والشاطرة هي اللي هزها يكسب. قالوا لي مصطفى جعفر عايزك، قلت خير. أنا جاي أعرض عليكي تشتري كازينو أوبرا. كازينو أوبرا؟ مكانه على الميدان على طول، موقع ما فيش زيه، وأوسع من اللي عندك هنا، ويليق بيكي وبفرقتك. هي قالت لي كده، قلبي كان حاسس. يا الست دي أنا بحبها قوي. مدام بديعة دي كانت تتحب قوي. عندك حق، بس كانت قالت هتوحشني، كانت خدتني في حضنها. انا فيا حاجه من الست دي، لا فيا حاجات كتير. انا ما انكرش انها اثرت فيا قوي. انا كمان كان فيا حاجه من الست بديعة. انا وهي كانت مأساه كل واحده فينا امها. امي ظلمتني كتير قوي يا طه. كفاية انها ولدتني من اب معرفوش، كان عشيق امي، فلس وهرب وسافر وساب مصر خالص. ولما ولدتني سميتني على اسم زبون كان عندها في البنسيون، انكتب عليا اتسمى باسم واحد غير ابويا. حبيبتي كاملة، عارفة يا توحة، كان نفسي كل أم زي أمك، أو حتى زي أي أم بتخاف على أولادها وتحبهم. كان نفسي كل أب أتشرف بيه قدام كل الناس وأقول للناس ده أبويا. بس الدنيا استكترت عليا حاجات كتيرة قوي. معلش معلش. تحية تحية. اصحي يا توحة. اصحى حبيبتي، يلا بقينا العصر عندنا شغل. سيبينا انام كمان شويه والنبي يقول. الله، هسيبك تنامي واحنا عندنا شغل. يعني هو الشغل هيطير؟ مش هيطير، بس يا اختي اللي اعرفه عنك ان انت ملتزمه وبتحبي تروحي في مواعيدك. عارفه شفت مين النهارده في الحين؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير. مين يا توحة؟ الاستاذ احمد سالم. اهو يبقى استعوائك بقى وبيقولك يلا يا توح. لا يا هبله، ده كان قاعد معايا واحنا الاتنين كنا لوحدنا، عينيه في عينيا وايديه في ايديا، ما نطقش ولا كلمه، بس عينيه كان فيها كلام كتير. كلام كتير يعني ايه؟ ما انتش عارفه بقى يا جوجو. لا يا اختي مش عارفه. هو انا يا تحيه كنت معاكي في الحلم؟ ده انا حتى ما كنتش نايمه جنبك. احكي لي والنبي احكي لي. عصر. طب بس بقى، ما تفوقنيش من اللي انا فيه، ما تفوقنيش من حلم. ما انت صحيتي خلاص يا تحيه. المهم بس يا اختي تصحصحي نفسك كده وتفوقي لحسن، احنا مش حمل صدمه كل شويه. انا مش قصدي كده، انا قصدي ان راجل مش عادي، برنس، راجل قوي وحنين قوي. والحين يا اختي نعرف الحاجات دي كلها امتى؟ من اول قعده. استرها معانا يا رب، والنبي يا رب احنا مش ناقصين. جرى ايه يا هبله انت؟ وانا قلت لك رايحه اتجوزه. ما هي اختي بتبدا كده في الاول. تقصدي ايه يا مقصفه الرقبه انت؟
راجل قوي وحنين قوي، وبعدين مأزوم مرتين، جواز وطلاق. يا سلام، طب لمي لسانك بقى وتلمي احسن لك.